distorsion, mais pas au niveau de la production agricole. Mais le européen recherche des certains sur le. Et moi je suis parti principalement de la screening, et là on peut faire de l'intelligence artificielle parce qu'on va faire de la prédiction, de la classification, IoT, robotique, parce que là on peut faire qui permet de faire la prédiction. الفكرة هي إخراج هذه التجربة من الجامعة سواء في أوروبا أو هنا بالجزائر للتمكن من استعمالها فعليا في المزارع. أظن أنه لا يوجد أي إشكال للقيام بتحويل هذه التكنولوجيا، لأن العلوم سواء في الجزائر أو غيرها من الدول هي نفسها. Il y a donc un double défi. Le défi, c'est de maîtriser sur le plan technique. Les chercheurs doivent trouver des solutions. هناك تحدي مضاعف. التحدي الأول لابد من التمكن من الناحية التقنية. فالباحثون عليهم إيجاد حلول لقطاع الفلاحة الجزائرية. وثاني التحدي يكمن في كيفية تبني الفلاحين لهذه التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها، خاصة وأن مستوى التكلفة ليس باهظا. وعليه لابد من تنظيم قطاع الفلاحة أكثر، ولابد من إبراز فاعلين جدد منفتحين على الأفكار الجديدة، وهم موجودون فعلا.